تحياتي لكم زميلات زملاء، إن شاء الله الجميع يكون بخير. هذا فيديو جديد من ملف تدريبات كتابية، هو الفيديو التاسع أساسيات كتابة، ولأنه رح يكون هو الملف الأساسي للقناة. موضوعنا رح يكون مجموعة من الأفعال تأخذ داتيف أوبيكت، يعني أفعال تأخذ داتيف. هاي مجموعة أولى، لكن ما المهم نحطها بليستا ونقول هاي مجموعة من الجمل، لابد من بعض التوضيحات. القناة اسمها دوتش است اينا تشانسن. كما دائما نتمنى على الجميع دعم القناة ومساندتها وكذلك صفحة الفيس، ولكم كل الشكر. هاي الألوان الموجودة بالملف وباقي الملفات الألوان الأساسية. الحياة بهذا الفيديو بالذات مهم مراجعة الفيديو كيف أميز الأفعال، لأنه مرتبط جدا فيه مقارنات ثمانية، وصار هلأ ملف أساسيات كتابة مترابط مع بعضه قواعد فيها. كل الروابط موجودة بأسفل كل فيديو. الفعل الأول هو gehören، يخص، ينتمي، يعود لي. أبسط سؤال رح نحط جمل بسيطة، wem gehört das Auto؟ الألوان مهمة هون، من تخص السيارة؟ الجواب das Auto gehört mir، السيارة تخصني، يعني إلي، تنسب إلي. الألوان مثل ما قلنا مهمة هون. التراكيب أحيانا قد تكون صعبة، لكن بالتدريب بتصير تساعدني على معرفة كيفية استخدام الفعل. الفعل gehören ممكن يستخدم بأكثر من شكل، حطيت أبسط شكل هلا. في عنا sich gehören وفي gehören zu. هون etwas رح يكون في عنا بهذا الفيديو ثلاث تراكيب، الأربع أفعال الأولى يعودوا لهذا التركيب. etwas الفعل jemandem، الاتفاس هذا هو من الألوان مثل ما قلنا مهمة، نعرف النوميناتيف والداتيف. اتفاس شيء هون يعود يخص شخص، والشخص داتيف. هذا الشيء داس أوتو، وهون الشخص مين، وهذا هون اللي معني فيه فيم. كون موضوعنا هو أفعال تأخذ داتيف، تذكير بالقاعدة إيش هلف ديم كند، الفعل هلفن بياخذ داتيف، لكن الجملة حتى تستقيم لازم يكون فيها نوميناتيف. الإيش هون يعني بيكون بدور الفاعل، حالته الإعرابية نوميناتيف، وهالفعل بده داتيف أوبيكت ديم كند. الحالة الإعرابية هون داتيف الجر. قلنا بفيديو سابق إنه هذا بيكون شخص، والشخص بسأل عنه بفيم، العاقل بفيم للداتيف، وما عندي هون شيء. هذا ناقشناه بفيديو مفصل بشكل كامل. هاي القاعدة هي اللي رح نبني عليها الأفعال اللي عم نتحدث عنها اليوم. الفعل الثاني هو شمكن، لما نحكي عن الأكل، والله طعم مذاقه طيب لذيذ، هذا الفعل يستخدم هون. إذا يستخدم مع الأكل والشراب، يستخدم الفعل شمكن. Das Essen schmeckt mir gut، يعني كان الطعام بالنسبة لي لذيذ، يعني الطعام أعجبني، لذيذ، مذاقه طيب، شهي. Mir persönlich schmeckt das Essen sehr gut. لنفترض واحد عم يقيم وجبات طعام بمطعم معين، عم يقول Mir persönlich schmeckt das Essen sehr gut، يعني الأكل هون بالنسبة لي كان طيب جدا، شخصيا طيب جدا، يعني كان لي هذا الطعام هون مذاقه شهي، يعني بشجع الآخرين يروحوا عليه. Mir persönlich schmeckt der Kuchen leider überhaupt nicht. شخص آخر عم يحكي عن الكيك اللي قدم، كان رأيه العكس تماما، لكن هون عم نحكي بريتيريتوم schmeckt überhaupt nicht، يعني كان مذاقه بالنسبة له ما عجبه أبدا، überhaupt nicht. كمان عندي التركيب etwas schmeckt jemandem، etwas عندي شيء فقط، das Essen، Essen الأسماء اللي عم تكون بهاللون الأزرق اللي عم تكون عم تمثل النوميناتيف في الجملة. كونه عم نحكي عن الضمائر mir، لازم نستذكر دائما الضمائر حتى يكون استخدامنا إلى صحيح. الفعل الثالث passen يناسب يلائم،
أبسط سؤال: past in and day تأمين يناسبك الموعد، day تأمين past mir nicht الموعد لا يناسبني، بمعنى تاني الموعد هذا ما هو ملائم، بدي موعد مختلف، موعد تاني. كمان ممكن نقول das hem past mir nicht، قميص كبير شوي صغير شوي، das hem past mir nicht. etwas past jemandem، هل etwas هاللون عم نشوفه هون، هذا شيء. etwas لما نقول etwas معناته عم نحكي عن شيء مو عن عاقل. determin ويمندم هون عم ihnen وهون mir داتيف. كمان هذا الفعل الرابع gefallen يعجب، دي بلده gefallen mir sehr اللوحات أعجبتني تعجبني جدا. كمان إذا عم يكتب دي بلدة دي مي جفالن اللوحات التي أعجبتني، طبعا نحكي حاضر نحن هون، ممكن يكون بده يكمل موضوع معين بس كفكرة هون. etwas gefehlt jemandem كمان لساتنا بإتفاس شيء دي بلدة ما عم نحكي عن شخص هون، وهون النوميناتيف والشخص هون داتيف، هاي داتيف وهاي داتيف. الفعل الخامس رح يختلف التركيب، شادن يضر. أشهر جملة بالحياة التدخين يضر بالصحة، راوخن شادت دي جزوندهايت، جزوندهايت تعود الإنسان، شادت دي كوربا لما نقول يضر الجسم مثلا. جزوند هاي دي بداتي بتصير دي. كمان جملة مناسبة، غاوخن شادت نشت نوا دي جزوند هاي زندن آوخ دي أمفيلت. تدخين لا يضر فقط بالصحة إنما أيضا بالبيئة. هلا هون التركيب اختلف، يماندم etwas ممكن يكون شخص وممكن يكون شيء. شادن التدخين يضر بالإنسان ويضر بالبيئة، ممكن نحط التدخين يضر بالإنسان، يضر بصحة الإنسان. إذا التركيب بلش يختلف هون، صار عندنا تركيب تاني، يماندم etwas شادن، ممكن شخص وممكن شيء. بالأربعة الأول كانوا يضر etwas. هل أنا لما بعرف إنه هذا الفعل بدي أستخدم داتيف معه، مثل ما شفنا جيزوند هايت صارت دي، أومفيلت صارت دي، لازم يكون حاضر بذهني هالجدول وأعرف إنه فورا ما بدي أستخدم هالقسم هذا، بدي أستخدم هالقسم هذا. فولجن يتبع، هذا الفعل السادس. لنفترض مجموعة مسافرين وفي شخص بيعرف الطريق، بدهم يسافروا بالسيارة، سيارات، مجموعة سيارات، فواحد رح يمشي قدام هو اللي بيعرف الطريق، فهي قالوا له بي فولجن دير، نحن نتبعك. ايش فولجن داينم رات، بالعربي نقول خيو رح اتبع مشورتك، رح اعتمد على مشورتك، انما هون رح اتبع مشورتك نصيحتك. داينم رات كمان هون التركيب يماندم etwas فولجن، ممكن يكون شخص وممكن يكون شيء اللي بدك تتبعه، واتبعنا شخص واتبعنا شيء. vertrauen ich vertraue ihm انا اثق به، جملة مختلفة شوي، wegen seines Verhaltens kann ich ihm nicht vertrauen. الجملة الأولى اللي بالأخضر genitive، حرف الجر wegen genitive، بسبب تصرفه لا أستطيع أن أثق به، kann ich ihm nicht vertrauen. جملة منفصلة عن الأولى. هون التركيب الثالث، يماندم فرتراون، فقط يماندم هون، إيش فرتراون إيم، هون شخص وهون شخص،
ما عندي شيء هون بالجملة. الفعل الأخير هو تسوشتمن، يوافق. في النقاشات مهم هذا الفعل، فعل منفصل. إيه اشتمه دير فولكت سو، واحد حكى رأي وأنا كنت مؤيد له تماما. إيش اشتمه دير فولكت سو، أنا أؤيدك أو أؤيدك تماما. إيش اشتمه إيغ فوشلاغ تسو، أنا أؤيد اقتراحها. إيش اشتمه دير فولكت سو داس، نفس الجملة الأولى مثلا ممكن أعبر عنها بجملة داس، ونعرف أنه قلنا إحنا سابقا جملة داس من الجمل اللي تفيد بالتعبير عن الآراء والأفكار، وهون أنا بدي أعبر عن موافقتي. إيش اشتمه دير فولكت سو داس، وحط الشيء اللي أنا موافق عليه. كمان هذا الفعل مثل اللي قبله يماندم سو اشتمن، أنا بدي أيد مين؟ بدي أيد شخص. أنا بدي أثق بمين؟ بدي أثق بشخص. هذا هو فكرة التركيب. لهو بنتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء. إذا في أي ملاحظة أو تعليق ريتكم بأسفل الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو ياريت يكون في شير ولايك واشتراك بالقناة، وشكرا لكم جميعا.